السلام عليكم، يعطيكم العافية إخوان الكرام، معكم محمد من جولدن ديتكتور، الوكيل الحصري في الشرق الأوسط لأجهزة الكشف عن الذهب والمعادن والأنظمة الأمنية وأيضا أجهزة الكشف عن المياه الجوفية. اليوم راح أشرح عن جهاز هو أوريدي، هذا الجهاز مشهور مو بحاجة لشروحات، لكن أغلب فيديوهات هذا الجهاز هي باللغة الألمانية والإنجليزية، بتوقع ما سبق أحد عمل له فيديو باللغة العربية، اللي هو جهاز الـ EXB 6000 من مصنع OKM الألماني. جهاز مشهور طبعا، كلنا بنعرف كفاءة هذا الجهاز، لكن ما له فيديوهات باللغة العربية، أو خلينا نتكلم ما له فيديوهات بتبين تفاصيل الجهاز وطريقة العمل وكل هذه الأمور. الجهاز بيجي بنسختين، نسخة اللي هو الـ EXB 6000 للبروفيشنال، والنسخة الثانية للبروفيشنال بلس. شو بيفرقوا عن بعض؟ شو بيختلفوا؟ رح نتكلم في كل هذه المواضيع إن شاء الله. في هذا الفيديو رح أشرح عن الجهاز بشكل عام، رح أتكلم عن إمكانيات الجهاز، ورح أورجيكم أو أستعرض لكم السناسر والقطع والإكسسوارات الخاصة بالجهاز، لأنه ما شاء الله كبير شوي، هذا هو الجهاز بيجي بهذه الشنطة. وفي النهاية رح نشتغل على الجهاز سوية حتى نشوف طريقة اللي بيشتغل فيها الجهاز. خليكم معنا وتابعوا الفيديو. السلام عليكم، يعطيكم العافية إخواني الكرام. طبعا الآن رح نفتح شنطة الجهاز ونتعرف على الإكسسوارات الموجودة داخل الجهاز. تفضلوا معي نشوف الشنطة. في البداية نفتح الشنطة، بسم الله. هذه هي شنطة الجهاز. طبعا الجهاز فيه هذا البروفيشنال بلس، فاكسسوارات كبيرة نوعا ما، ان شاء الله نستعرضها كلها. في البداية هذا كاب يجي من المصنع OKM، طبعا الكتالوج بيصدر منه عربي وانجليزي للغتين موجود. هذا الكتالوج بيوضح استخدام الجهاز من A to Z. ايضا بيجي عندنا الان نبلش في موضوع السناسر. جاسبر هير بليز. هذه طبعا الوحدة الرئيسية للجهاز، هذه الوحدة الرئيسية للجهاز، هذه هي الوحدة. طبعا هذه الشاشة بتنفتح، هاي الوحدة الرئيسية للجهاز. هذا السنسور او المستشعر الرئيسي للجهاز، طبعا بينفتح من الجهتين، هذه الجهة وهذه الجهة. ان شاء الله راح نرتبهم ونشوف طريقة العمل عليهم. سنسور الخاص بالكشف عن الدفائن والفراغات، وايضا نظام التصوير ميني سنسور، خلينا نتكلم. ثم بيجي عندنا سماعات الجهاز، نظام الوايرلس طبعا، الوحده الرئيسيه او عفوا الوحده الثانيه، الوحده رقم 2 اللي بيتركب عليها السناسر من هون، هذه الوحده اللي المقبض خلينا نتكلم، لكن هي وحده يعني هو جهاز منفصل تقريبا اللي بيركب عليه السناسر، تمام. هذا هو طبعا بينفتح من هون، ممكن تزيد طول او تنقصه الطريقه اللي تناسبك. يجي عندنا علب الشواحن، البطاريات والسماعات وكل هاي الامور، الاكسسوارات ايضا بيجي عندنا هون. هذا البوكس بيجي مرفق مع الجهاز، خلينا نشوف شو في بداخله. هذا بيجي فيه نظارة، نظارة ديجيتال، اذا انت خلينا نتكلم يعني هي بتدخلك على الاعدادات هاي الامور، تكون مساعدة لك بدل ما تضل تتحكم من الوحدة الرئيسية. هاي هي النظارة، نظارة ديجيتال مرفقة مع الجهاز طبعا. ايضا بيجي عندنا الباتري، بطاريات الجهاز، هذه البطاريات عدد 4 طبعا بيجي مع الجهاز، هذه 2 هذه 3 هذه 4. انت ما راح تستخدم 4، راح تستخدم 2، بطاريه في الوحده الرئيسيه وبطاريه في الوحده الثانيه، او في خلينا نتكلم في المقبض الوحده الثانيه اللي استعرضتها، وهذه 2 سبير. هذه هي بطاريات الجهاز. ايضا برنامج الفيجوالايزر، هذا برنامج التصوير التحليلي طبعا بيجي مثبت بسيريال نمبر خاص في الجهاز من المصنع. ثم بيجي عندنا اوراق المنشا، شهادات المنشا، الكتالوجات، الضمانات ودليل الاستخدام للسماعات، وكل هذه الاوراق تيجي مع بعض. ايضا بيجي عندنا
السنسور الكبير في الجهاز. هذا هو السنسور. طبعا كل سنسور راح اتكلم عن وظائفه الان لما نركبه على الجهاز. هذا اطول طبعا اكبر سنسور في الجهاز. والسنسور الميديوم. هذا السنسور الوسط. طبعا كل سنسور منهم مشترك خاصية التصوير او المسح الارضي التصويري، التصوير ثلاثي الابعاد، هو مشترك بجميع السناسر، تمام؟ لكن كل سنسور فيه ميزة مو موجودة بالسنسور اللي قبله. لما نركبهم على الجهاز ان شاء الله راح توضح الصورة بشكل اسرع. هذا السنسور الوسط. فصار عندنا سنسور عدد 4، السنسور الصغير، السنسور الميديوم، والسنسور الكبير، والسنسور الرئيسي اللي استعرضته اول واحد اللي بيفتح. صاروا عدد 4. هون ايضا جاسبر كم هير بليز. هون هذه شاحن للبطاريات، تمام؟ هذه فلاش يو اس بي، فلاش عادي، فلاش ميموري مرفقه مع الجهاز. هذا شاحن بطاريات ثاني ايضا. هون الوصلات وكل هاي الامور، وهون الكيبلات وهاي الوحدات كلياتها، تمام؟ كان هذا الفيديو لاستعراض اكسسوارات الجهاز. ما شاء الله هم كثار شويه، لكن الان ان شاء الله راح نركب كل سنسور ونشتغل عليه لوحده. خليكم معي وتابعوا الفيديو. السلام عليكم، يعطيكم العافيه اخواني الكرام. طبعا الان هذه اول عمليه بحث او اول سنسور انا راح اركبه في الجهاز، راح اورجيكم طريقه التركيب، تمام؟ في البدايه هذه الوحده الرئيسيه للجهاز، تمام؟ هي الافضل انك تلبسها بهذه الطريقه. تمام؟ تكون بهذه الطريقه، بيجي عندنا اول شيء البطاريه رقم 1، تمام؟ تدخلهم بهذه الطريقه، طبعا لها مدخل خاص للتركيب. تمام؟ هذه البطاريه رقم 1، بيجي عندنا هذا رقم 2. نقفل بهذه الطريقة حتى نقدر تكون الحركة أسرع، يكون تقريبا تحسه جزء من يدك، تمام؟ طبعا هذه البطارية راح تركب في المستشعر هذا من هون. تمام؟ راح يجي عندنا هذا السنسور، تمام؟ راح يركب هون. أوكي؟ ثم نفتح هذا السنسور، بنمده بهذه الطريقة، هذا رقم 1 مع الأرض بهذه الطريقة، لا لسه بده كمان، فبفتح أيضا كمان شوي. بهذه الطريقة بيكون ممتاز، تمام؟ بفتح هذا من هون وبفتح هذا من هون، تمام؟ وبنزل هذا شوي. بهذه الطريقة راح تكون العملية، تمام؟ أول شيء بعمله جسبر كم تو هير بليز. أول شيء عن طريق زر التشغيل، تمام؟ وبشغل الوحدة الرئيسية من هون. أوكي جو باك بليز. هير ذا سكرين جسبر. أوكي هذا هي، هذا بداية التشغيل للجهاز. شغلت السنسور، شغلت الوحدة الرئيسية، تمام؟ هم طبعا بيعملوا كونكت تلقائي مع بعض، مو بحاجة لبلوتوث ولا شيء، تمام؟ طبعا هذا السنسور اللي أنا مركبه انفعل فيه وضعين بحث، عندي المسح الوضع التصويري وعندي مقياس المغناطيسية والنظام المغناطيسي في الجهاز، تمام؟ شو المغناطيسي وشو نظام التصوير؟ خلينا نجرب. هذا المغناطيسي طبعا تتحكم بهذا الزر أو بالتاتش، تمام؟ ابدأ المسح. هذا النظام خاص بالكشف عن الدفائن، عن الفراغات والمعادن، تمام؟ فبخبرني بهذه الطريقة بتكون عملية البحث. لما ينزل على الآخر أنا واقف فوق فراغ، بكون بهذه الحالة، تمام؟ فبمشي بالجهاز، كل هذا فراغ. هون أعطاني إشارات معادن، لكن مو نقطة الصفر للمعدن، نقطة الصفر راح يسكر معي الجهاز. فلو نيجي من هون جاسبر كم وذ مي. بهذه الطريقة أنا قاعد أمشي بالجهاز. هذه أعلى نقطة. هذا يخبرك الجهاز انك انت واقف فوق معدن، تمام؟ طبعا هون اذا بيميل معك السنسور بهذه الطريقة يخبرك الجهاز انه السنسور مايل، لازم ترجع تعدله بهذه الطريقة. هذا كله معدن. اوكي كم باك هير بليز. بهذه الطريقة بتكون عملية البحث في الجهاز، تمام؟ لما تطلع فوق الأرض راح ينزل معك الأزرق بشكل كامل إلى الأسفل. هذا كان الوضع الأول في الجهاز، تمام؟ بس أخلص بعطيه أوكي، تمام؟ بنروح لنظام التصوير. طبعا نظام التصوير كلياتنا عارفينه، وأنا بفضل راح أخليه آخر نظام، تمام؟ لأنه أنا شارح كثير عن النظام التصويري، راح أخليه آخر نظام، تمام؟ خليكم معي حتى أشرح لكم بقية السناسر والأوضاع الموجودة في الجهاز.
السلام عليكم، يعطيك العافية اخواني الكرام. انتقلنا الآن لأصغر سنسور موجود في الجهاز. راح نشوف الأوضاع البحث اللي راح تتفاعل لما أنا ركبت هذا السنسور كالعادة. شغل الجهاز طبعا، بس ألغي سنسور أو أبدل سنسور ثاني لازم أغلق الجهاز بشكل كامل ونهائي. تمام، هذه شاشة الجهاز الرئيسية. طبعا هذا السنسور لازم يكون بوضع عمودي، ما يشتغل بالوضع المائل، لازم يكون بوضع عمودي بهذه الطريقة. الأوضاع اللي تفعلت عندي وضع المسح الأرضي التصويري، زي ما ذكرت هذا الوضع موجود بكل السناسر. تفعل عندي وضع ما كان موجود اللي هو مسح النفق أو مسح الأنفاق، هذا خاص للأنفاق والفراغات، يعني كل الفوكس أو كل تركيز الجهاز بهذه الحالة بيكون على الفراغات. لو ضغطت عليه راح يعطيني وضعين للبحث يدوي اوتوماتيكي. اوكي، هذه عملية البحث راح تكون بهذه الطريقة. انا واقف الان، تمام، فالجهاز قاعد يخبرني اني انا واقف فوق معدن. تمام، لو امشي بالجهاز هذا وضع حساسيته جدا عالية للفراغات، اي فراغ شو ما كان صغير راح يجيب لك اياه. بهذه الطريقة بخبرني انه واقف فوق فراغ. طبعا هون بيعطيك رسمة السنسور اللي لازم يكون فيها السنسور، هل هو بالوضع العمودي او بالافقي. هون معدن بخبرني لو ما اتحرك راح يظل واقف انه انا واقف فوق معدن. تمام، راح اوقف عمليه البحث واخذ اتجاه ثاني بهذه الطريقه. تصور كم كامل، راح اضغط ستارت. هذا لون الاخضر، طبعا كله معروف تربو صخور. نمشي في الجهاز، طبعا مش يكون بطيء بهذه الطريقه. اعطاني اشارة معدن، طبعا اي تغير سواء للاعلى او للاسفل انا لازم اوقف، يعني اعمل ستوب حتى اشوف شو هذا الكلام. هون معطيني انه معدن، خط مستمر معدن، بمشي. تربة وصخور. بينزل معي الخط، طبعا اللون الازرق الفاتح هذا الرطوبة، مو فراغ. راح امشي. رجع طلع عندي فراغ كان بشكل بسيط جدا، هون ما استمر الخط بالنزول معي للأسفل. في هذه المنطقة ما استمر معي الخط بالنزول للأسفل، ظل ثابت، فهي رطوبة موجودة في الأرض. راح أعمل ستوب وأخذ لاين آخر. جاسبر كم هير بليز فروم هير. راح أخذ أنا هذا اللاين. السنسور مال، تمام. كم جاسبر معدن. تربة صخور لون اخضر، ما في عندي ولا شيء. فراغ، خط نازل بشكل مستمر للاسفل، ما عم بيعطيني اتجاه افقي، فبهذه الحاله بيكون هون الفراغ. بكمل مشي، فراغ انتهى، الفراغ بلش يطلع معي الخط تدريجيا، انتقلت من الفراغ للتربة والصخور. تمام، هذا هو باختصار الوضع اللي هو السنسور الصغير. السنسور هذا سنسور جاسبرت السنسور، هذا هو السنسور اللي هو الخاص بمسح الأنفاق. طبعا أي صورة أو أي عملية سكان أنت بتعملها في الجهاز بتقدر أنك تحفظها مباشرة بالجهاز، وعن طريق الفلاش بتقدر تأخذ هذه الصورة وتأخذها على الكمبيوتر وتحللها أنت مثل ما بدك. تمام، هذا الوضعين مفعلات بهذا السنسور. تمام، خليكم معي حتى أركب لكم السنسور الثالث وأرجيكم طريقة استخدامه. يعطيكم العافية. السلام عليكم، يعطيكم العافية إخواني الكرام. الآن انتقلنا للسنسور الوسط في الجهاز، راح نشوف شو الخيارات المفعلة بهذا السنسور وشو وظيفة هذا السنسور. تمام، هو تركيبته جاي في الوضع الأفقي مو في الوضع العمودي. تمام، راح نشوف الآن. احنا ركبنا السنسور الأول، شفنا نظام المغناطيسي الموجود في الجهاز. طبعا السنسور الأول كان مغناطيسي وتصويري، السنسور الثاني كان تصويري ومسح كهوف وفراغات، مسح الأنفاق. السنسور الصغير كان بشكل عمودي، هذا السنسور الوسط ما قبل الأخير. تمام، نشوف شو الخيارات المفعلة بهذا السنسور احنا. تمام، مفعل عندي التصوير ثلاثي الأبعاد، ومفعل عندي نظام أنا كثير بحبه اللي هو نظام التصوير المباشر. شو يعني تصوير مباشر؟ كأنك أنت فاتح لايف وماشي في الجهاز. تمام، عبارة عن تصوير لكن مو تصوير تحليلي، هذا مسح الأرض التصويري تحليلي. هذا نظام يعني خلينا نقربه للفيديو. تمام، نشوف طريقة العمل عليه. طبعا هذا السنسور جسبر السنسور، هذا السنسور التصوير المباشر. تمام، هل تبدأ أن معاير تحسس؟ طبعا له معايرة مع الأرض، يعني بثبت يدي على الأرض
طبعا من 5 الى 15 سنتي المسافه، تمام، وبعمل نعم. ببلش يعاير بالسنسور مع الارض، ياخذ حساسيه الارض، ابدا المسح. تصوير مباشر، انا الان واقف ما عم بتحرك، موجود عندي فراغات، موجود عندي معادن، وموجود عندي تربه وصخور، راح ابلش امشي في الجهاز وانا ما عندي فكره عنها، تمام؟ لكن في هذا الوضع انت بس بتمشي بالجهاز، تمام؟ عملت ستوب انا، كم جاسبر هير بليز، راح امسح. انا وقفت الان، شو محتويات الصوره الموجوده عندي هون؟ فراغ. الدور الاكبر وفي معدن عندي على الطرف. بمشي. ببلش امشي ونتائج الجهاز كلها قاعده تتغير. تمام؟ تصوير مباشر. هذا في الجهاز، جدا 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 ممتاز. هون ما طبعا في الوضع الطبيعي الاشخاص العاديين لما يكون عندك هدف راح يعطيك هذه الطريقه، تمام، بدون هذا المعدن راح يكون على الاغلب عندك موجود اللون الاخضر اللي هي الاتربه والصخور. نكمل مشي في الجهاز. رطوبه رطوبه فراغ، هذا فراغ، فراغ مع رطوبه. بكمل مشي في الجهاز. انا ما قاعد اصور، الجهاز قاعد يلتقط الصور تلقائيا، تمام. نظام التصوير، التصوير المباشر. طبعا لو انتهيت انا من عمليه التصوير، هذا الوضع بكرر، الوضع التحليلي هو الوضع الرئيسي في الجهاز، تمام، موجود بكل الأنظمة، راح أشرحه في آخر الفيديو، خليكم معي حتى أورجيكم السنسور الأخير. السلام عليكم، يعطيكم العافية إخواني الكرام. انتقلنا الآن للوضع البحث الأخير الموجود في الجهاز، اللي هو أطول سنسور موجود في الجهاز، تمام. هذا هو الوضع الأخير في الجهاز، شغلت الجهاز أنا، راح نشوف هذا الوضع شو في ميزات مو موجودة بالسناسر اللي قبل. أربع أوضاع، فعل عندي المسح التصويري، فعل عندي نظام المؤشر، فعل عندي نظام القياس المغناطيسية، فعل عندي نظام مسح المعدن. الأول مسح التصويري أنا شارحه أصلاً على قناتنا موجود على اليوتيوب، لكن راح أشرحه مرة ثانية. نظام مغناطيسي شرحته في السنسور الأول، اللي هو اللي بيطلع لفوق معدن بينزل لتحت فراغ بنظام الصوت، تمام. وفي عندي المؤشر ومسح المعادن، هذول جداد، تمام. نشوف شو هم. طبعا نظام المؤشر، هذا النظام خلينا نتكلم زي مؤشر بيأشر لك وين بالضبط الموجود المعدن بطريقة البين بوينتر، طريقة الموجة خلينا نتكلم، لكن مو لمسح، خلينا نتكلم معادن وفراغات، راح يطلع لي معادن وفراغات، لكن وظيفته الأساسية هي تحديد، تمام، وتمييز بين المعادن بالسالب والموجب، راح اشرحها ان شاء الله في فيديوهات التحليل. لو اضغط انا على المؤشر ابدا المسح، راح يكون زي نظام لايف، كيف تصوير مباشر. هذاك النظام المسح السنسور الصغير كان بيلتقط صور، هذا لا لايف، تمام. هذا معدن، نقطة الصفر للمعدن هي موجودة هون بالضبط، لو ازيح لهون شوية هذه كلها معادن معادن معادن، كلها معادن، تمام، بشكل مستمر إلى الأعلى. هون بلش ينزل صخور، تربة وصخور، خط مستمر باللون الأخضر. هون أيضا فراغ، هذا هون فراغ نازل بشكل مستمر للأسفل. لو أرجع لهون راح يرجع لي وين؟ على التربة والصخور. لو أرجع لهون راح يرجع لي على الفراغ. هون التربة والصخور، هون الفراغ. بهذه الطريقة بتكون هذه التحديد نقطة بالضبط. يعني أنا لو بدي أحفر مثلا، هذا موجود عندي هون فراغ صح؟ أزيح لهون هذه نقطة الصفر الفراغ، هذا الفراغ. هون ما في فراغ، هون هذا هو تربة صخور، هذا هو هون الفراغ، تمام. ببلش أمشي بالجهاز بهذه الطريقة بشكل بطيء حتى يحدد لي كل شيء، تمام. هذا هو نظام المؤشر اللي بيأشر لي وين المعدن بالضبط، تمام. خلصنا منه. في عنا نظام جديد، نظام مسح المعادن. شو يعني مسح المعادن؟ لو اضغط عليه راح يعطيني يدوي اوتوماتيكي، اختار اوتوماتيكي، ابدا المسح. نفس نظام، كيف النظام الاول كان بيصور لي السنسور الصغير كان بيصور لي فراغات، هذا للمعادن، تمام. هذه طريقه البحث، تصوير، تمام. هون ما في شيء عندي، نظام تصوير، هذا ادق، هذا خاص فقط للمعادن. يعني انا بدي اشتغل على هذا النظام لازم اكون ببحث عن معدن، تمام. تغيرت هون، هذا المعدن، نقطة صفر المعدن، وهذا هو المعدن، تمام؟ نظام تصوير مو نظام بين بوينتر، حساسية جدا 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 عالية. يعني كل لو ببحث عن فراغ راح أغير، راح أحط السنسور الصغير، لو ببحث عن المعدن راح أحط هذا السنسور. تمام؟ طبعا حتى ما أطول عليكم، هذا هو النظام، راح أشرح لكم الآن، طبعا ما بدي أسيف الصورة. نظام مسح التصويري أنا ما شرحته، تمام؟ مسح التصويري هذا هو النظام، تمام؟ هون تقدر انت تحدد المساحه، المسافه اللي بدك اياها، الاعدادات هي كلها سهله، يدوي مانيوال متعرج، انا راح احط كل هاي الامور بس حتى اورجيكم طريقه التصوير. هذه طريقه التصوير، بكون بمشي بهذه الطريقه، الجهاز بصور وانا بمشي، تمام.
طبعا هون عم بيعطيني كم متر انا صورت، هيني واقف فون انا، معطيني مثلا 7 متر، ثاي صار 8 متر، بصور كل هاي الامور تمام. لو اضغط هيك، هل تريد مسح؟ يعني خلصت الخط الاول، تمسح الخط الثاني، فباجي باخذ الخط اللي جنب. جسبر ستي هير، اوكي؟ لازم اكون انا واقف فون، اخليها هي اعمل ستوب هون، ثم ارجع من هون واخذ. لازم طريقة التصوير لازم تتم بشكل هندسي 100%. طريقة التصوير التحليلي ما بصير انا اصور فيها بشكل عشوائي ابدا ابدا ابدا، تمام؟ هذه طريقة المشي بالضبط مثل هيك. حطيت ستوب، تمام؟ لازم يخلص طبعا، لازم ابدا وانتهي في نفس النقطة. خلص تمام؟ ما بدي امسح الخط اللي بعده. هل تريد حفظ الانتهاء من المسح؟ نعم، اوكي. راح ما حفظته انا، تمام؟ بهاي الحالة بتحفظه انت، تمام؟ في عندك الفولدر، تدخل على الصور اللي انت مصورها كلياتها، مثلا هذا تصوير قديم انا مصوره في الجهاز، تمام؟ بتفوت على كل الصور، بتفوت على كل شيء موجود عندك، هذا هو التصوير ببلش يطلع عندك، اوكي؟ لما تنتهي تضغط اوكي، هذه هي الصورة. طبعا هون ما في تحليل، جهاز الاي اكس بي، جاسبر جو باك بليز، جهاز الاي اكس بي 6000 ما في تحليل على نفس هذا الجهاز، الصورة ملتقطة بتنحفظ، بتتاخذ على فلاش، جاسبر هير بليز، في مدخل فلاش داون يو اس بي، اوكي؟ في مدخل فلاش في الجهاز، اوكي؟ ثم بتروح على كمبيوتر عندك، اي كمبيوتر تنزل عليه برنامج الفيجوالايزر مرفق مع الجهاز، ورجيتكم اياه بدايه الفيديو، بتنزل برنامج الفيجوالايزر وبتبلش تحلل بالصوره بالطريقه اللي بدك اياها. في هذا الجهاز هو جهاز بحث، تمام؟ ما في تحليل على الجهاز، التحليل بيتم بشكل خارجي على لابتوب، اوكي؟ اي لابتوب موجود عندك، مو مشترط اي مواصفات معينه، برنامج على الفيجوالايزر بتنزله، مثبت عليه سيريال نمبر الجهاز، مثبت عليه الاكتيفيكيشن نمبر، بتقدر التحديث عفوا تفعيل البروجرامز على الكمبيوتر، بتفعله امورك سليمه. كان هذا فيديو كامل لجهاز الاي اكس بي 6000. اذا في شيء معين حابين تعرفوه عن الجهاز اكتبوا لنا اياه في الكومنت على قناتنا. كان معكم اخوكم محمد، والله يعطيكم الف عافيه.